طبعا استاذ محمد يملك مفردات اللغه ويتكلم بطلاقه، فبيتكلم وهو قاعد. انا تسمحوا لي ان انا اتكلم وانا واقف؟ انا احب اقف واتكلم مع الناس. اول حاجه وقفتي دي تحيه واحترام لفنان صاحب مدرسه. قلما نجد في مجتمعات تكون فيها الريادة والتقدم إلا بمدارس فكرية، والمدارس الفكرية هي اللي بتكون لها تلاميذ ولها مريدين ولها أتباع. كان جمال الدين الأفغاني أستاذ كبير وخلق وراه تلاميذ على شاكلة محمد عبده. في كل مجالات الثقافة والمعرفة المدارس دي هي اللي بتخلق كوادر، ولذلك أنا بقول وبصوت مرتفع قوي إن محمد صبحي هو على شاكلة جمال الدين الأفغاني وعلى شاكلة محمد عبده في مجال الفن. أولاً لأنه صاحب مدرسة فكرية، وصاحب مدرسة فكرية حقيقي بيقولوا في العالم البيزنس الانتربرونيرز، والانتربرونيرز دول اللي هم الرواد اللي بينقلوا العالم نقلات كبيره. وانا بقول لكم وبامانه ان محمد صبحي نقل الفن في مصر بمدرسته الى عالم اخر مختلف. في معالجه، واللي عايز اقول لكم ان المسرح ده زي اي مسجد يدعو للقيم وللفكر. المسرح ده زي أي مدرسة، ده بالعكس أحياناً اللي الفنان بيقف يقول جملة بسيطة لا يعير لها اهتمام تفاجأ إنها غيرت شكل مجتمع وغيرت تفكير أمة، لأنها بتبقى خارجة بتلقائية وخارجة بعقيدة وبإيمان. والكلمة مسؤولية الحقيقة، وأخطر مسؤولية الكلمة. عيسى ابن مريم كلمة الله، دخول الجنة بكلمة ودخول النار بكلمة، من الكلمات نور ومن الكلمات أيضا قبور. فالكلمة معنى كبير، والكلمة تتكون إما في العقل فتصبح منطقية، وإما تتكون في القلب رحم الكلمة فتصبح بالعاطفة والأحاسيس، وإما تتكون في الروح فتبقى قريبة العهد من الله. لما الكلمة بتجمع التلاتة مع بعضها بتبقى كلمة مؤثرة، لها مدلول ولها معنى ولها أيضا تأثير في المجتمع اللي احنا هنعيش فيه. ولذلك فاوعوا تفتكروا إن بناء المسرح ده نوع من الرفاهة الفكرية ونوع الثقافة هي القوة الناعمة التي تغير المجتمع. الثقافة هي المعنى الحقيقي اللي يعيد صياغة تفكير أمة. الثقافة هي قاطرة التنمية الحقيقية اللي تخلق مجتمع شأنها شأن المدرسة وشأن المسجد وشأن الكنيسة وشأن أيضا كل منبر فكري ومنبر تنويري، شكل قناة فضائية تطلع عشان تقول الرأي والرأي الآخر. والمجتمع لا يتقدم إطلاقا إلا إذا كان بنثري هذا المجتمعات بالآراء والرؤى والرأي والرأي الآخر. الذين يعتقدون أن الرأي الواحد يبني مجتمعات، نقول لهم هذه مجتمعات بالية لا تنجح ولا يمكن أبدا أن تؤدي إلى الحرية. الحرية هي حرية الكلمة. الله على الكلمة لما تخرج من وجدان متحرر، الله على الكلمة لما تخرج من ضمير حي، الله على الكلمة لما تخرج من فنان زي محمد صبحي. يا أخوانا احنا محتاجين فعلا. انا اسعد حاجة عملتها في حياتي هي جامعة سينا، لانها كانت بتربي نشء. واللي يمكن اللي عارفه الاستاذ محمد صبحي، لان محمد صبحي كان شخص من اللي بياخد ايدي وبيشاركني وروح لحد العريش عشان يسقف لما يلاقي حاجه بتتعمل. الله عليك يا محمد، ما كناش
ما كانش في اي نوع من المصالح بيني وبينه اكتر من ان احنا بنلتقي زي ما قال كده على فكره واحده، ان احنا الاثنين اصحاب رؤى، اصحاب راي، اصحاب فكر استراتيجي بيحمل في داخله حب وطن، وحب وطن بجد. والحب ثلاث انواع يا اخوانا، حب الوجد وحب الفقد وحب الحد. يمكن الكلام ده ما سمعتوش من حد قبل كده، لكن حب الحد ده حب شاديه، حب جميل يعبر عن مشاعر واحاسيس لكن بالاخر بالغنى. لكن حب الوجد هو الحب اللي بيعيد صياغه الحياه لامه ويضيف لها، يبني جامعه، يبني مصنع، يبني فرصه عمل، تحقق مسكن مناسب ومأكل مناسب وزوجه وحياه كريمه لشاب متطلع الحياه. هو ده حب الوجد. حب الوجد حب طلعت حرب، حب ثروت عكاشه، حب الوجد حب ناس استطاعت انها تحط لمجتمعها مفاهيم جديده. اما حب الفقد هو حب هتلر لالمانيا. هتلر كان بيحب المانيا، محدش يقدر ينكر وطنيه هتلر وحبه لالمانيا، لكن ده حب الدكتاتور، حب يفقد المانيا ويجعل المانيا تنكسر ويجعل المانيا تخوض حروب ويأخر المانيا 50 سنة ورا. فنحن لا نريد حب الفقد ولكن نريد حب الوجد. دي معاني ازاي المعاني دي نقولها في فن، في مسرحيه جميله، في غنوه معبره، بتاثر في الناس اكتر بكتير قوي من واحد يقف يقول محاضره نص ساعه او محاضره ساعه، مش هتاثر في حد. انا بقول لكم، فالمعنى اللي احنا جايين فيه النهارده ده مش مجرد مسرح شكله حلو وجميل، او والله ان هذه الاموال التي تنفق في هذا المكان هي مثل الاموال التي تنفق لبناء مسجد وبناء كنيسه وبناء مدرسه. انا بديكم المعنى اللي موجود جوانا. لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس. احنا مش جايين هنا عشان نعمل هزل ولا لا، احنا جايين ندي معاني في قيم وفن اصيل عشان نعيد صياغه كالتشر. كالتشر عاش في عبق ماضي قوي جدا. احنا امه لها ثقافه ولها حضاره من غير ما تبقى اسيره في هذا العبق الماضي. امه تتطلع الى تكنولوجيا وتقدم وتطور من غير ما تفتن بيه. فبين ماضي لا تؤثر فيه وبين مستقبل تتطلع إليه، إزاي تحافظ على الهوية وإزاي تحافظ على البنية بتاعتها وإزاي تنطلق لتلحق بالرجل المندفع. أنا إيدي في إيدك يا محمد، لأننا أصحاب رسالة، سواء أنا أو محمد إحنا الاثنين في عمر نستقبل أعتاب الآخرة ونودع أعتاب الدنيا. فحينما نودع أعتاب الدنيا ونستقبل أعتاب الآخرة، نريد أن نستقبل هذه الأعتاب بعمل نلتقي به مع ربنا سبحانه وتعالى ونسأل عنه، بعمل نتركه لمجتمعنا، لأبنائنا ولأحفادنا، لعمل يرسخ في وطن ويعيش في وجدان أمة. هو ده العمل، الجامعة اللي احنا عملناها والمصانع اللي احنا بنيناها عشان تجلد فرصة عمل لشاب يوجد أسرة، وأيضا منبر التنوير اللي احنا أوجدناه في المحور الذي نحاول بقدر الإمكان أن نعطي رأي من وجدان متحرر بقدر الإمكان، وأيضا المسرح الذي أنا أعتبر أنه من أرقى المدارس لأنها مدارس الوجد والوجدان التي تعيش وتحرك الوجدان في قلب الناس. لما بيقف البطل قدام على خشبة المسرح بيكون في اتصال بينه وبين الجمهور. وأنا بظل أقول أن المدارس التي بنيت الأمم هي المدارس الثقافية، والمسرح أهم أداة من أدوات الثقافة. أولا بشكرك يا محمد أنك أنت فديتني الفرصة دي أن أنا أجلس جنبك وأقعد معاك وأشاركك. صحيح أنا ماليش جمهور زيك أنا ماليش حضورك وانت بتتكلم مع الناس، ماليش الكاريزما انك انت لما تقعد تتكلم تضحك الناس وتبسطها وتعلمها في نفس الوقت، لكن في الاخر على الاقل ببقى قاعد ضمن المشاهدين بتعلم منك واضحك ليك واضحك عليك احيانا.
شكرا.